بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ناصر الجهني، استشاري باطنة وغدة السماء من المملكة العربية السعودية مدينة جدة. يشرفني ويسعدني المشاركة في هذا المؤتمر الكبير والمؤتمر المفيد لجميع الفئات الطبية. اليوم حابين نتكلم عن ما هي مضاعفات السكري طويلة الأمد. هناك كما نعلم نوعين من مضاعفات داء السكري: مضاعفات قصيرة الأمد وهي كهبوط السكري المفاجئ أو ارتفاع السكري المصحوب بحموضة بالدم أو زيادة الناحية الإزمولية للمريض، ولكن اللي يتكلم عنه الآن هو مضاعفات السكري طويلة الأمد، يعني هي المضاعفات التي تتكون على عدة سنوات. فمن هذه المضاعفات للسكري طويلة الأمد اللي هو تصلب شرايين القلب، مما يؤدي لا قدر الله إلى الذبحة الصدرية أو يؤدي إلى جلطة قلبية أو فشل في عضلة القلب. السبب الثاني تأثير على الشعيرات الدموية في الدماغ، قد يؤدي لا قدر الله إلى جلطة دماغية أو يؤدي إلى تصلب الشرايين الطرفية بالقدمين. المضاعفات الأخرى طويلة الأمد والتي تحتاج بعض الوقت لتكون هي تأثير السكر على العينين. فنعرف أنه عدم التحكم في السكر على الأمد الطويل قد يؤدي لا قدر الله إلى فشل كلوي، وقد يؤدي إلى احتياج المريض إلى زراعة كلى أو عمل غسيل كلوي بصفة مستمرة. كما أن أيضا السكر قد يؤثر على العين أو قد يسبب فقدان البصر أو يسبب لا قدر الله نزيف داخل العين، والذي قد يؤدي إلى العمى لا قدر الله. وهنالك تأثير السكر أيضا على الأعصاب الطرفية، قد يؤدي السكر إلى اعتلال الأعصاب الطرفية بالقدمين، وقد يؤدي إلى الشعور بآلام شديدة بالقدمين أو حرقان بالقدمين أو تغير الإحساس بالقدمين. وفي مرحلة متأخرة جدا من اعتلال الأعصاب الطرفية قد يؤدي السكري لا قدر الله إلى عدم الإحساس بالقدمين أو يؤدي إلى تقرحات في القدمين أو قد يؤدي لا قدر الله إلى بتر القدمين لا قدر الله. هذه أهم المضاعفات طويلة الأمد للسكري. ولكن من البشائر أيضا ومن الأمور المطمنة أن التحكم الجيد في السكري في الدم ضمن الحدود الطبيعية، والتحكم في ضغط الدم والتحكم في الدهون والكوليسترول الزائد، جميعها تمنع أو تقلل الإصابة بالمضاعفات طويلة الأمد على السكري. ونتمنى لكم السلامة بإذن الله تعالى، وشكرا لكم.